تشير الصادرات إلى السلع أو الخدمات التي يتم إنتاجها محليا في بلد ما وبيعها إلى بلد آخر. يعد التصدير عنصرا أساسيا في التجارة الدولية، ويسمح للبلدان بتوليد إيرادة من خلال بيع سلعها وخدماتها للمستهلكين في البلدان الأخرى. ويمكن أن تختلف أنواع المنتجات التي يصدرها بلد ما اختلافا كبيرا، اعتمادا على الموارد الطبيعية للبلد والقدرات التكنولوجية والسياسات الاقتصادية بشكل عام. بينما تميل البلدان ذات القطاعات التصنيعية أو الخدمية الأكثر تقدما إلى تصدير سلع وخدمات عالية القيمة مثل الإلكترونيات أو الأدوية أو الخدمات المالية. لذلك قمنا أعزائي المشاهدين بوضع قائمة لأكبر 10 دول عربية مصدرة لسنة 2023. فقبل أن نفعل ذلك، من فضلكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، فنحاول إيصال الفيديو لعشرة آلاف إعجاب، وبدون إطالة فنبدأ الفيديو. في المركز العاشر البحرين، عائدة التصدير عندها 44 مليار دولار. تتمتع البحرين باقتصاد متنوع مع صادرة كبيرة في قطاعات النفط والغاز والألمنيوم والخدمات المالية. البترول هو المنتج الأكثر تصديرا في البحرين، حيث يمثل 60% من عائدات التصدير و70% من إيرادات الحكومية، 11% من البترول من الناتج المحلي الإجمالي. الألمنيوم هو ثاني أكثر المنتجات المصدرة، يليه التمويل والموارد البناء. وأهم وجهات التصدير البحرين هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، حيث تمثل 18% و 13% و 11% من إجمالي الصادرات على التوالي. كما تسعى الدولة لتوسيع صادرات في قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. في المركز التاسع تأتي المغرب، عائدة التصدير عندها 47 مليار دولار. تشمل أكبر صادرات البلاد السيارات والفوسفات والمنسوجات. المغرب لديه اقتصاد متنوع مع صادرات كبيرة في الزراعة، حيث لأول مرة تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية بالمغرب عتبة 80 مليار درهم لسنة 2022، أي حوالي 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 20% مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 68 مليار درهم، أي حوالي 6.7 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المغرب على السياحة والتصنيع والفوسفات الذي يستخدم في الأسمدة. أهم وجهات التصدير المغرب هي فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي 21% و 15% و 6% من إجمالي الصادرات على التوالي. وتسعى الدولة أيضا إلى توسيع صادراتها في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المعلومات. في المركز الثامن تأتي مصر، بعائدة التصدير عندها 53.4 مليار دولار. تشمل أهم صادرات البلاد البترول المكرر والنفط الخام والذهب. تتمتع مصر باقتصاد متنوع مع صادرات كبيرة في الزراعة والمنسوجات والكيميائيات بالإضافة إلى النفط والغاز، حيث وصل حجم الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية في عام 2022 إلى 35.2 مليار دولار، مقارنة بال 32 مليار دولار في عام 2021 بزيادة 12% وفق ما تظهره تقارير الرقابة على الصادرات والواردات. 18.2 مليار دولار حجم الصادرات النفطية في مصر في عام 2022 مقارنة ب 12.9 مليار دولار في عام 2021 بنمو 41% على أساس سنوي. وأهم وجهات التصدير مصر هي إيطاليا والولايات المتحدة وتركيا، حيث تمثل حوالي 7% و 6% و 5% من إجمالي الصادرات على التوالي. وتسعى الدولة أيضا إلى توسيع صادراتها في قطاعات أخرى مثل السياحة والتصنيع والطاقة المتجددة. في المركز السابع تأتي الكويت، عائدة التصدير عندها 60.3 مليار دولار. تتمتع الكويت بصناعة بترولية عالية التطور، وتعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، ويعد النفط الخام والبترول المكرر من أهم منتجات التصدير. تشمل الصادرات المهمة الأخرى البترول الكيميائيات والأسمدة والبلاستيك. أهم وجهات التصدير الكويت هي الصين والهند وكوريا الجنوبية، حيث تمثل حوالي 15% و 13% و 10% من إجمالي الصادرات على التوالي. وتسعى الدولة أيضا إلى تنويع اقتصادها وزيادة صادرات غير النفطية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع الأغذية. في المركز السادس تأتي الجزائر، عائدة التصدير عندها 63.02 مليار دولار.
تشمل أهم مصادرات البلاد الزيوت البترولية والبترول المكرر والغاز الطبيعي. الجزائر من بين أكبر مصادري الغاز الطبيعي في العالم، ولديها احتياطات نفطية كبيرة، ومن أهم صادرات خارج المحروقات الفوسفات والزراعة ثم خام الحديد. وأهم وجهات التصدير الجزائر هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث تمثل حوالي 29% و14% و10% من إجمالي الصادرات على التوالي. كما تسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها وزيادة الصادرات غير النفطية في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتصنيع. للإشارة، بنهاية عام 2022 قدرت صادرات الجزائر ب 60 مليار دولار، منها 7 مليار دولار خارج المحروقات. في المركز الخامس تأتي عمان، عائدة التصدير عندها 66.13 مليار دولار. سجلت عائدة الصادرات العمانية رقما قياسيا قدره 66.13 مليار دولار في عام 2022، أي بنحو 10 مليارات دولار من الرقم القياسي السابق البالغ 56.35 مليار دولار المسجل في عام 2013. وكانت المكاسب المدفوعة بازدهار أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأهم مصادرات البلاد تشمل النفط والغاز والبترول المكرر والنحاس، ويعتمد الاقتصاد العماني بشكل كبير على صادرات النفط والغاز. وأهم وجهات التصدير في سطرة عمان هي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل حوالي 39% و12% و6% من إجمالي الصادرات على التوالي. وتسعى الدولة أيضا إلى توسيع صادراتها في قطاعات أخرى مثل السياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة. في المركز الرابع تأتي قطر، بعائدة التصدير عندها 75.5 مليار دولار. قطر هي أكبر مصدرين في العالم للغاز الطبيعي المسال، ولديها اقتصاد متنوع للغاية. في عام 2022 بلغت قيمة إجمالية صادرات البلاد 75.5 مليار دولار، وكانت الغاز البترولية والغاز الطبيعي المسال على رأس قائمة الصادرات، يليها البترول المكرر والبوليمرات الإيثيلين. وتشمل الصادرات المهمة الأخرى الأسمدة والألمنيوم وخام الحديد. أهم وجهات التصدير في قطر هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند، حيث تمثل حوالي 32% و17% و9% من إجمالي الصادرات على التوالي. كما تسعى الدولة أيضا إلى توسيع صادرات في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والخدمات المالية. في المركز الثالث تأتي العراق، عائدة التصدير عندها 126 مليار دولار. يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفطي في منطقة الدول المصدرة للنفط الأوبك، حيث لديه احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثل نسبة 90% من إيراداته. ومن أهم صادرات البلاد تشمل النفط الخام والبترول المكرر والذهب. تخطت عائدة عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد. وأهم وجهات التصدير العراق هي الصين والهند والولايات المتحدة، حيث تمثل حوالي 30% و19% و10% من إجمالي الصادرات على التوالي. كما تسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها وزيادة الصادرات غير النفطية في قطاعاتها مثل الزراعة والصناعة والسياحة. في المركز الثاني تأتي الإمارات، عائدة التصدير عندها 310 مليار دولار. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد متنوع للغاية، مع صادرات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والتصنيع والخدمات. ويعد النفط الخام هو أكبر منتج للتصدير، إليه النفط المكرر والذهب والألماس. وتشمل الصادرات المهمة الأخرى الألمنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات. تعد الصين والهند وسويسرا أهم وجهات التصدير الرئيسية للإمارات، حيث تمثل حوالي 15% و9% و6% من إجمالي الصادرات على التوالي. وتسعى الدولة أيضا إلى توسيع صادراتها في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتصنيع عالي التقنية. في المركز الأول تأتي السعودية، عائدة التصدير عندها 408 مليار دولار. ارتفعت عائدة الصادرات السعودية بنحو 50% في عام 2022 لتسجيل رقما قياسيا سنويا جديدا قدره 408 مليار دولار. كان القطاع النفطي هو المحرك المهم لهذه المكاسب إلى حد بعيد، ولكن الأداء القوي للقطاع الغير النفطي كان حاسما لدفع إيرادات الإجمالية فوق الرقم القياسي السابق البالغ 387.4 مليار دولار في عام 2012. المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم،
ولديها صناعة بترولية عالية التطور، حيث كانت الزيوت البترولية والنفط الخام من أهم منتجات التصدير، وتشمل الصادرات المهمة الأخرى البترول المكرر والبتروكيماويات والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية. أهم وجهات التصدير للمملكة العربية السعودية هي الصين واليابان والهند، حيث تمثل حوالي 37% و10% و8% من إجمالي الصادرات على التوالي. كما تسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها وزيادة الصادرات غير النفطية في قطاعات مثل التعدين والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة.